الفيديو ده هنرد على كل الأسئلة اللي جات لنا على مراجعة الهوت 5 من شركة انفينكس. خليكم معانا. بصمة الجهاز ده من أحد المميزات الموجودة فيه وعجبتني جدا جدا الحقيقة. كل 10 مرات بتفتح فيها الجهاز بأوضاع مختلفة الحقيقة البصمة بتستجيب وما بتغلطش غير في مرة أو مرة كل 15 مرة أو مرة كل 10 مرات، وممتازة جدا جدا وأحد الحاجات المميزة جدا في سلسلة الهوت الجديدة، وتقييمها نقدر نقول 9 من 10 وسريعة الحقيقة زي ما انتوا شايفين. احد المشاكل اللي واجهتني اثناء فتح الجهاز ده هو الفيسبوك ماسنجر. فيسبوك ماسنجر ما بيشتغلش. اول ما افتح الجهاز ده الفيسبوك بيدي المنظر الفيسبوك ماسنجر بيدي المنظر اللي حضراتكم شايفين ده. حل المشكله دي بسيط جدا، تخش تعمل ابديت للماسنجر من على جوجل بلاي. جاست انت مجرد ما بتعمل الابديت ده بيشتغل معاك كويس جدا، مبيبقاش فيه اي مشاكل. طبعا نشوف ده مع بعض اخر اللقطه دي. بالنسبه للناس سألت على الجهاز ده 4G ولا 3G ولا لا، الجهاز ده 3G. احد الخطوط بيشتغل على 3G، الخط التاني بيشتغل على ال2G. بالنسبه لقصه الشحن السريع، الجهاز ده لا يدعم الشحن السريع. شحنه بيستغرق حوالي 2.5 ساعات او 3 ساعات لو انت بتستخدم الجهاز الشاحن المرفق مع العلبه. سؤال تاني، هل الجهاز ده فيه مايك عازل للضجيج؟ الجهاز ده مفيهوش مايك عازل للضجيج، فيه مايك وحيد للاتصالات في أسفل الجهاز. هل العلبة معاها جراب؟ العلبة معهاش جراب، معاها سكرين بروتكتور بلاستيك فقط لا غير.